المرصد الوطني للمجتمع المدني هو هيئتكم جميعاً، وهو هيئة لكل فعاليات المجتمع المدني في ربوع الوطن، والذي سيعمل على ترقية الحركة الجمعوية وتعزيز أدوار المجتمع المدني في الوطن. فنجتمع اليوم كفعاليات للمجتمع المدني ومن شخصيات وكفاءات وطنية لتعزيز العلاقة بين الاعتزاز بين ذاكرتنا الوطنية وواقع الإنجازات والمكتسبات المحققة في ظل الجزائر الجديدة ودور المجتمع المدني في تثمينها وترقية الوعي المجتمعي والوطني بالماضي والحاضر ورهانات المستقبل. كما يأتي هذا اللقاء متزامناً مع الذكرى الثالثة لانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون بعد حراك تاريخي طالب فيه الشعب الجزائري بالتغيير والإصلاح نحو الأفضل، فوضع ثقته في برنامج تضمن 54 تعهداً والتزاماً حمل آماله في رؤية جزائر مهابة دولياً متماسكة وقوية داخلياً في ظل العدالة والديمقراطية وتكريس القانون والحريات. ثلاث سنوات تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عرفت تجربة ديمقراطية وتنموية رائدة أساسها انتقال سياسي سلس وواعي نابع من الإرادة الشعبية والمبادئ الدستورية جنب البلاد منعرجا خطيرا. ثلاث سنوات حققت فيها الجزائر طفرة اقتصادية مؤسسة على تثمين القدرات الوطنية وتحرير المبادرات الإبداعية والطاقات الشبانية. هذه التجربة أضحت نموذجاً يحتذى به ويحظى بإشادة الهيئات الدولية التي نوهت عبر تقاريرها بالنتائج الإيجابية للسياسة الحكيمة بالجزائر. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، لقد التف الشعب والمجتمع المدني ومختلف القوى الحية حول رؤية استراتيجية أهم محاورها استعادة الشعب لثقته في دولته والالتفاف حولها وضمان استقرارها ومستقبلها مع استعادة هيبة الدولة، ومن خلال الاستجابة للتطلعات العميقة والمشروعة للشعب نحو التغيير. المجتمع المدني الذي أضحى دوره مهماً في تعزيز القيم الوطنية وفي تحقيق التنمية الوطنية الشاملة متكاملاً مع السلطات العمومية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مثمناً الإنجازات المحققة في مسيرة الجزائر الجديدة التي استرجعت مكانتها ودورها على الصعيد الدولي بحركية دبلوماسية مميزة أسست لها بقوة استقرارها وأمنها التي ضمنها تلاحم بين الشعب وجيشه الشعبي الوطني وتضامن منقطع النظير بين أبناء الشعب في أحلك الأزمات والكوارث وتسيير حكيم ورشيد يحسن من أداء مؤسسات الدولة والخدمة العمومية من يوم إلى آخر وإنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، لقد استكملت الجزائر البناء المؤسساتي وكرست أخلاقة الحياة العامة ومكافحة الفساد واستقلالية العدالة، وارتسمت المعالم الناصعة للجزائر الجديدة في سنة 2022 من خلال تجسيد التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في جو التشاور والتوافق بين جميع الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين حول القضايا الوطنية المهمة ومختلف التحديات الراهنة رغم آثار جائحة كورونا ومناخ جيوسياسي واقتصادي متأزم وصعب. ولقد تعززت المؤسسات الدستورية بالعديد من الهيئات بالتجديد أو الاستحداث، لا سيما المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، مما خلق ديناميكية جديدة في المجتمع والمؤسسات، كما كان المواطن في صلب الأولويات، فتم تدعيم الطابع الاجتماعي للدولة من خلال التدابير الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطن رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي أفرزته تداعيات الأزمة الصحية العالمية. سيدات الفضليات، السادة الأفاضل، الحضور الكريم، إنها لفرصة طيبة لأن نبرز في هذه المناسبة التاريخية العظيمة الإنجازات المحققة في المجال الأمني والدبلوماسي ومكتسبات التجديد المؤسساتي وترقية أداء المجتمع المدني، وكذا القفزة المحققة في الجانب الاجتماعي وتسيير الكوارث والإنجازات المحققة في المجال الاقتصادي في بلادنا خلال الظرف الزمني الوجيز والصعب.
غير أنه كان مفعماً بالديناميكية والفعالية تحت قيادة حكيمة ورشيدة للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لا يسعني ونحن في ختام كلمتي لهذا اللقاء الذي سيشهد مداخلات